مشكل الماء وليدي، بغينا الماء قلعوه لينا، واحد العصابه قلعت لينا الماء. عطيانا السلطه الماء، عطيانا الجماعه الماء، عطيانا التيوبات، عطيانا الكونتورات، عطيانا كل شيء، ولكن العصابه قلعتوا لينا. كيفاش عصابه قلعت؟ عصابه كنا معاهم في الكونتور، داروا الدور عالي ما بقاش يطلع لهم الماء، قالوا نحيدوا السكان التحتانيين. علاش؟ اش بغا هاد شي مركه هادي تقلع الماء؟ الناس كتصدق الماء، وحنا مصدقوا علينا عسيدنا وطالبين ميها. ميها بغينا ميها ميها ما بغينا حتى حاجه. ميها ولا نجيو نديونا في السبيطار نعسو فيه. راه ما عندناش باش نغسلو الخضره. قالوا ديروا النقايه وديروا الطيف، باش غنديروا؟ الطيف اش كيديروا؟ كيديروا الماء. كيديروا الماء في الطيف، ما عندناش اسيدي. مشيت لهم عند القيد، دار معايا القيد الله يجازيه بخير اجتماع. قال لي يا ودي انا خاصني طالب، انا راه سلطه عموميه. خاصني طالب معاصره مع السيد الرئيس. قلت له انا مشيت عند السي فلان بلا ما نذكر الاسم ديال الموظف الفلاني. راه قال لي راه المسؤوليه ديالك، قال لي هذاك موظف ديال الجماعه، انا خاصني عند رئيس الجماعه. جيب لي طلب معاصره مع رئيس الجماعه، غادي ندير استشاره مع السيد وكيل الملك، وغادي نخرج السلطه العموميه ونرد الماء لبلاصتو، ترجع الحاله على ما كانت عليه. المطالب ديالنا هو الماء، هو الماء، ما طلبوا حتى شي حاجه. انا راه حشمت والله العلي العظيم، الا استحيت وحشمت ملي ولاو الناس كيطلبوا الماء من جلاله الملك الله ينصرو. راه عيب وعار في القرن 21 وفي زمن كورونا والساكنه كتطلب الماء من جلاله الملك. فينهم هاد المنتخبون؟ فينهم هاد الناس اللي صوتنا عليهم؟ فينهم هاد الناس اللي جرينا معاهم في الغيس؟ فينهم هاد الناس اللي كانوا يدخلوا عندنا في صابطهم في الغيس؟ لمن كتوجه المسؤوليه؟ انا غنقول كلمه كنوجه المسؤوليه لراسي، حيت انا اللي ما قدرتش نسكن ولادي في ساقي الله. ولا اله الا محمد رسول الله. السلام عليكم.